نشوف بقى شوربة الفراخ بمكعبات القرع. عايزة اقول لكم شوربة خضار جميلة جدا جدا ولذيذة وان شاء الله تعجبكم. معانا صدور مكعبات فراخ، معانا مكعبات بطاطس، مكعبات قرع متقطعة صغننة جدا، جزر، بصل اخضر، كرفس، بودرة ثوم وبصل، ثوم مفروم، كمان زبدة ومرقة. اول حاجة هعملها ان انا هحط الزبدة كده، معاها رشة فلفل اسود وثوم مفروم مع فصوص الثوم عشان عايزة فصوص الثوم تغلي كده في الشوربة، مع ايه الفراخ اللي احنا مش محتاجين نشوحها قوي، هو بس يا دوبك لونها يتغير عشان كده ولا كده ايه هي هتتسلق. ابتدي بقى احط رشة من بودرة الثوم، رشة من بودرة البصل، الكرفس، ونقلب كده. الريحة عايزة اقول لكم جميلة جدا. هنحط كده معلقة صغننة من برضو البصل الاخضر مع الجزر، يلا نحطها كده كلها تعسل كده وتدي طعم حلو قوي. الجزر من الحاجات اللي بتحلي الشوربة بطريقة حلوة قوي، يعني حتى لو ما بنحبش الجزر نحطه ينزل ميته كده ويعسل لنا الشوربة وبعدين نشيله، لان هو فعلا كل لما بيتسلق بيدي طعم حلو قوي للشوربة. القرع بقى يعني جربوه كده وقولوا لي طعمه عامل ازاي في الشوربة، حلو جدا. طيب نقلب كده، نحط بقى البطاطس اهو ونقلب. احط لها ملح هي مية مغلية، نحط كمان مرقة، لازم المية كده تبقى مغطية الخضار اهو تبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، عشان البطاطس بيشرب مية، القرع بيشرب مية، فايه كل الحاجات دي هتشرب مية هتنزل السوائل شويه، فعشان كده انا بحط ايه مرقه وميه مغليه كتير. بس ادوها بس كده اشوف ناقصها حاجه قبل ما ايه اغطيها.